في الساعات الأخيرة حصل اجتماع مهم جدا في العاصمة الإماراتية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبين كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع تم التطرق لعدد من الملفات المشتركة بين مصر والصندوق، فيا ترى اللي حصل في اللقاء ده وايه تأثيره على المفاوضات اللي شغالة بين الحكومة وأكبر مؤسسة تمويل في العالم. بانكير نبض البنوك. بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية محمد معيط وعدد من كبار الشخصيات الرسمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 والمنعقدة في دبي، اجتماع مع كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء تقديره للتعاون المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وأعرب عن تطلعه لاستقبال مديرية صندوق النقد الدولي في مصر خلال الفترة اللي جاية. مدبولي أكد أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل واللي بتشمل مستهدفات كتير، منها خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود دعم القطاع الخاص. وقال أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، واستشهد بالحزمة الاجتماعية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأسبوع اللي فات، واللي اتضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة 50%، وكمان زاد قيام المعاشات وبرنامج حياة كريمة باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية اللي بتعمل الحكومة المصرية على تنفيذها، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية. مدبولي تطرق لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر والأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في ظل استقبالها لحوالي 9 مليون من الضيوف غير المصريين من الدول اللي بتعاني من مشكلات وأزمات وصراعات. وركز رئيس الحكومة على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأكد على استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لحل السلام وتطبيق حل الدولتين، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها. وأكد كمان أن الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وأعلن أن تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بيها مصر لوحدها. وفي الاجتماع ناقش رئيس الحكومة استمرار المشاورات مع مسؤول الصندوق بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، واللي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022 وبموجبه كان مفروض مصر تحصل على 3 مليار دولار، لكن المراجعتين اتعطلوا بسبب عدم رضا مسؤول الصندوق عن الإجراءات اللي خدتها مصر، خصوصا فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وكمان تخرج الدولة من الأنشطة الاقتصادية. وردت مديرة عام صندوق النقد الدولي انها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خصوصا تطورات الحرب في قطاع غزة وتهديد امن الملاحة في البحر الاحمر، واعلنت ان الصندوق بيدعم الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي وكمان لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين المصريين خصوصا محدودي الدخل. طيب ايه اللي هيحصل بعد الاجتماع المهم ده؟ المفروض خلال الأيام الجاية هيتم الإعلان عن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، واللي وفقا لبعض التسريبات هيوصل ما بين 10 و12 مليار دولار، وده هيساهم في توفير سيولة دولارية كبيرة هتؤدي لهدوء سوق صرف العملات الأجنبية وسعر الدولار هيتراجع. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.